عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا أعزائي المشاهدين في درس جديد من دروس اللغة العربية. إن شاء الله نتكلم النهاردة أو اليوم عن كلمة اسم. اسم نيم، نيم اسم يعني نيم، اسم اسم نيم. اسمه his name، اسمه الهاء his واسم بلس هاء his name اسمه. نمبر 2 اسمها، اسمها اسم بلس هاء ألف her name her name her name her name اسمها for one girl. So اسمه for one boy or one male. His name one male. اسمه his name. اسمها her name one female. اسمك، اسمك اسمك ده your name. اسمك، اسمك for male. When you see the vowel over the calf. اسمك or اسمك. Your name. اسموك، اسموك، اسموك. Your name for female. اسموك. If I say what's your name. ما اسموك. For boy. ما اسموك. What's your name. ما اسموك. ما اسموك. اسموك. اسموك your name your name female. اسمي، اسمي، اسمي my name my name for female or male. اسمي my name is محمد my name is عائشة. اسمي، اسمي محمد اسمي عائشة. اسمنا، اسمنا اسمنا our name. اسمنا، اسمنا. اسمهم، اسمهم their name for plural male. Plural male it's called their name. اسمهم، اسمهم. اسمهما، اسمهما their name for two male or two female. Say اسمهما محمد وفاطمة محمد وأحمد. اسمهما their name. اسمهن، اسمهن their name for plural. اسمهن their name for plural female. Plural female. اسمهن، اسمهن، اسمهن. هذا كان عن درس اليوم. اسم، اسمه، اسمها، اسمك أو اسمك، اسمك، اسمي، اسمنا، اسمهم، اسمهما، اسمهن. هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.